عاصفة ثلجية تاريخية لا قبل للأمريكيين بها منذ نحو 40 عاما تكتسح ولايات عدة شرق الولايات المتحدة. كثبان الثلوج البيضاء تغطي مدنا بأكملها وتتسبب في انقطاع حركة النقل ومواطنون تقطعت بهم السبل. خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية حذرت مما وصفتها بالقنبلة الإعصار، ظاهرة تتميز بالقوة المتفجرة للانخفاض السريع في الضغط الجوي. مدن مثل نيويورك وبوسطن تلقت العباء الأكبر للعاصفة. آلة رش الملح وكاسحات الجليد زحفت على طول شوارع مدينة نيويورك. في ماساتشوستس انقطعت الكهرباء عن مئات المنازل، وفي ولايات بأقصى الجنوب مثل فلوريدا بلغت درجات التجمد ذروتها. عدد من البلدات والمدن على الساحل الشرقي أطلقت نداءات للسكان بالتزام مساكنهم وتفادي التنقلات إلا للضرورة القصوى. وفي منهاتن تسببت الثلوج في إغلاق خطوط بعض القطارات الإقليمية لإزالة الجليد عن القطبان. تحذيرات السلطات الأمريكية لم تثني العديد من الأطفال والعائلات وحتى الحيوانات من الخروج إلى الشوارع للاستمتاع بموسم الثلج. تايم سكوير قبلة السياح الأولى في نيويورك لم تعدم زوارها في عز العاصفة الثلجية. لوحات نيون في الساحة الشهيرة شكلت هالات متوهجة في الهواء الثلجي. وفي حي كوبنهاغن الراقي في بروكلين كانت العاصفة شبه مهجورة وأغلق العديد من الأعمال عدا قلة ممن تحدوا الطقس وتبادلوا التهاني بيوم ثلجي سعيد. حالة طوارئ أعلنت في عديد المدن. رئيسة بلدية بوسطن حذرت من عاصفة تاريخية. تحذير مماثل أطلقته حاكمة نيويورك داعية للمواطنين للمكوث في منازلهم. هذه عاصفة خطيرة للغاية، الأمر جدي، وهذه العاصفة يمكن أن تهدد حياة الناس. كنا نستعد لهذا وحرصنا على التأكد من أننا اتخذنا جميع الخطوات التي نعتقد أنها ضرورية، بما في ذلك البدء بإعلان حالة الطوارئ. تأثيرات العاصفة الثلجية كان لها وقع أكبر على حركة المطارات. نحو 5000 رحلة طيران باتجاه المطارات الأمريكية تم إلغاؤها، ورحلات أخرى باتت في حكم الإلغاء خلال الساعات المقبلة بسبب انعدام الرؤية أو استحالة تنقل المسافرين نحو المطارات. ثاني أسوأ عاصفة ثلجية تشهدها الولايات المتحدة قادمة من جورجيا وكندا تهدد باكتساح مناطق أخرى.